Hello everyone, Zainab Shaib here, reporter for WTOL. I'm just here giving a quick update in Arabic, what the governor discussed, and some local updates as well from the mayor Toledo and a few other leaders, local leaders as well. So thank you all for tuning in. Our Jensen Strack got done giving an update in English. Our Rex and Elias did a phenomenal job as well, giving an update in Spanish. And I'm just gonna give a quick update in Arabic for the non-English speakers in our community. Everything that I'm going to say and discuss right now, our Jensen Strack did a great job going over that, and so did Roxana Leah. So if you're looking for either of those videos, you can head over to our Facebook page and they should be listed in our video library. So feel free to share and comment any questions, concerns, and share for anybody who needs it. So I'm going to carry on in Arabic for the Arabic speakers in our community. أول شيء مرحبا وتنعاد عليكم والكل بدعيتكم وإلكم كل سنة وانتم بخير للكل عيدوا الأحد فبس بدي إلكم كمان شو بيصير بالولاية أوهايو شو قال الحكي مايك دوان اليوم وشو بيصير هون بتوليدو كمان أول شيء بدي إلكم إنه كم شخص في كتير الناس بيقولوا لي إنه ما بتطلع هاي لأن عشان الحاكم مايك دوين ما بيحكي سوف بس يحكي هو أنا رح أطلع وأكيد لكم شو بيصير باليولاية في كتير ناس بيسألوني كمان كم شخص عندهم الكورونا فيروس صار صرح لكم هلا بأوهايو في 33,000 وست أشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو أوكي و بيقولوا مبارح كان في 566 أشخاص بأوهايو هيدا مبارح اليوم طلع في 529 أوكي سو الأرقام نزلوا بأوهايو كل يوم عم بيشوفوا إنه الانتشار الكورونا فيروس عم بيوقف شوي شوي مثل ما بقول لكم مبارح كان في 566 أشخاص اليوم طلع 529 فنزلوا مش كتير بس عم ينزل شوي شوي وكمان عم بيقولوا انه كم شخص مات من وراء الكورونا فيروس بأوهايو في 2002 اشخاص ماتوا بأوهايو من وراء الكورونا فيروس وبعدين عم بيقولوا انه في 15 شخص اليوم من بارح يوم حكيوا ماتوا من الكورونا فيروس بدي اشوف اذا حدا عنده سؤال June, I am actually an American. My first language is English, but I am doing a quick update in Arabic for the non-English speakers in our community. So thank you for your concern. But if anybody has any more questions, feel free to drop down in the comments below. وشكرا على تسمعونا. Okay, كتير منيح. شكرا كتير جاروش. وكوزت نعد عليك كمان. Okay, إذا حدا عنده سؤال. Please, فيكم تقولوا لي هلا وانا راح اجاوبكم قد ما فيا. اوكي ف عم بقول لكم انه في 15 شخص ماتوا اليوم من وراء الكورونا فيروس بأوهايو وعم بيشوفوا انه في 5511 اشخاص فاتوا بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس وبعدين عم بيقولوا انه في 1450 أشخاص راحوا على الـ ICU من سبب الكورونا فيروس أوكي وكمان هون بلوكس كاوني الأرقام بلوكس كاوني بيقولوا إنه في لحديت هلا في 1993 أشخاص على الأكيد عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني وفي 178 أشخاص يمكن عندهم الكورونا كورونا فيروس بس بدهم يفحصون ويأكدوا إذا عندهم فإذا طلع نتيجة صح رح يصيروا 2171 أشخاص طلع عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني وبعدين بيقولوا اوكي هلا لوكس كاوني بعد لحديت هلا طلع اكثر شيء عند ماتوا من وراء الكورونا فيروس طلع هون بلوكس كاوني وبيقولوا انه 225 أشخاص ماتوا من سبب الكورونا فيروس بس عم بيقولوا إنه عم بيشوف إنه كل يوم عن يوم عم بينزل الأرقام شوي شوي وكمان اليوم حاكم مايك دوين حكي عن اللي فتح في عدة محلات فتحوا اليوم
في الجيمز النادي فتح اليوم وبي ام في فتح اليوم وكمان البولز المسابح ان شاء الله قلت منيح فتحوا اليوم فهولي فتحوا اليوم في كتير ناس بيسألون ايتم الجيمز رح يفتحوا اصلا يوم عملت قصة رح يكون الساعة 11 على القناة 11 عن القصة الفتح الجيمز فإذا بدكم تحضروا التلفزيون كمان عملت قصة عشان نسبة اللي شو فتح اليوم والنادي اللي فتح اليوم بس النسبة البي ام في اوكي اذا ما بعرف اذا شفتوا البي ام فيز اليوم بس الصف في كتير ناس ناطرين برا بالصف للبي ام فيز اوكي فاذا انتو بتكونش تنترو برا فيكن تروحوا اونلاين وبتاخدوا موعد اوكي اكيد بتكون تنترو شوي بس مش مكل بلا موعد اوكي فيكن تروحوا اونلاين وتاخدوا موعد واصلا اذا انتو مش حابين تروحوا على البي ام في وتنترو بالصف ومش حابين تظهروا لبرا لان بعدكن خايفين من قصة الكورونا فيروس فيكن تروحوا اونلاين وعندهم كذا سيرفيسز اللي يعملوا لكم اياهم يعني رينيو لايسنس يعني جددوا اللايسنس او فيكن تسجلوا سيارتكم كمان اونلاين فيكن تعملوا كل هالشيء اونلاين كمان اذا انتو مش حابين تروحوا وتنترو بالصف اوكي لحديت هلا كمان بالنسبه للكاسينوز الحكي مايك دوين ما قرر اي يوم بده يفتح الكاسينوز فبعده عم بيفكر اوكي سو اذا ما قلت لكم اي يوم الكاسينوز لان بعضهم لحديت هلا مسكرين فبده يقرر وياخذوا وقت لان الكاسينوز تعرفوا ضيق كثير وفي كثير عالم خصوصا هون بتوليدو ف بعد بدي يشوفوا اي يوم رح حتى يفتح الكاسينوز كمان الحكي مايك دوين عارفين النيرسينج هومز نيرسينج هومز يعني بيت الختيريه عايشين العجز في كتير ناس يعني هن كبار بالعمر سو هن يعني مأثرين بالموضوع الكورونا فيروس فبدي يشوف هلا رح بلش هالجمعه ال شو اسمهن اللي National Guard Ohio National Guard رح يروحوا على النيرسينج هومز ويفحصوا كل شخص بيشتغل هونيك وكل شخص عايشين هونيك لأن في كتير عالم بدهم يروحوا يشوفوا عائلتهم بقلب النيرسينج هوم ومش قادرين لأن ما بيفوتوا حدا سو لحتيت هلا الناشونال جارد رح يروحوا للنيرسينج هومز ويفحصوا الكل ناس بيشتغلوا هونيك وعايشين هونيك ويشوفوا اذا عندهم الكورونا فيروس او لا هلا اللي الفحص رح يعملوها هي يكون سواب يعني بيفحصون من التم مش على الدم فلان عم بشوف انه في كتير ناس بالنيرسينج هومز بيكونوا عندهم الكورونا فيروس وهو خايف على الناس الكبار بالعمر فعشان هيك بده يعمل ورح يعمل هيك الاوهايو ناشونال جارد رح يجوا هالجمعة ان شاء الله كمان بلوكس كاوني في كتير قصص على اليوم المختار توليدو اول شيء سيتي توليدو وميرسي هيلث رح يتجمعوا مع بعض اوكي رح يفحصوا لناس يمكن عندهم كان عندهم الكورونا فيروس اوكي اذا هن بدهم يفحصوا وشوفوا اذا عندهم الانتيبوديز رح تكون شوفوا اذا كان عندهم اكيد الكورونا فيروس واذا عندهم الكورونا فيروس شوفوا اذا هن immune to it يعني خلص بجسمهم وخلص وقف الكورونا فيروس ما رح ياخذوا الكورونا فيروس بعد مره سو هل انتيبوديز رح يفحصوا لهم اياها هلا هالفحص رح تكون فحص بالدم يسحبوا الدم ويشوفوا الانتيبوديز اذا كان عندكم بجسمكم او لا هلا ما ضروري الكل يعملوها اذا انتم حسيتوا حالكم انه عندكم الكورونا فيروس وبدكم تشوفوا اذا انتم صرتوا اميون للكورونا فيروس فيكم تفحصوها رح تكون فحص الدم وكمان ابي شوفوا انه الحكي مايك دوين اول شيء قبل كنا بقول لكم ان الحاكم مايك دوين بده يراقب بالمطاعم والبزنسز ويشوفوا اذا في ناس عم يسمعوا القانون بالكورونا فيروس او لا فشاف وراقب 628 المطاعم ولقى انه في
بأوهايو كلها في 11 مطاعم و11 يعني محلات ما سمعوا القانون. اوكي وكليته شيفة هون بتوليدو. اوكي ووحدة منهم اسمها جيكس سالون اند سبورتس باب هي بالدور ستريت. فاللوكس كاوني طلعوا وشافوا انه ما كنا بيسمع القانون سو سألوا انه بدك تغير شوي لان في كتير ناس عبيجوا لعند المحل اللي المطعم البار. فهو سكر صاحب المحل سكر وبدي يزبط وينظف المحل لحتى اللي يسمع اللي قانون الحاكم. So بي لوكس بتوليدو شافوا انه كليته ما بيسمعوا القانون وما بيسمعوا الطلب من الحاكم مايك دوين ووحده منهم على الاكيد اسمها جيك سالون اند سبورتس باب هي بالدور ستريت وهو صاحب محل سكر المختار ما قالوا يسكر هو سكر لحاله. بس بدي اشوف اذا في حدا عنده سؤال لان بدي وقف هون وشوف. كوزات شكرا. أميلا thank you. For those who are just tuning in and wondering what I'm doing here exactly, I'm just giving a quick update in Arabic to our non-English speakers in our community of what is going on in the state and some Lucas County updates as well. If you're looking for another language like English, you can head over to our Facebook page. Our Gents Instruct does an amazing job updating everything you need to know and everything that I'm saying over on the Facebook page. And our Roxana Leas got done giving an update in Spanish for our non-speakers as well, for English speakers as well. So if you're looking for either of those languages, you can head on over there to our Facebook page and it's going to be located on the video library over there. So thank you for tuning in. So I'm going to continue wrapping up in Arabic for our Arabic speakers in our community. Thank you for all that is tuning in right now. Okay. ما في حدا ما بشوف انه في حدا بيسألني شيء فبس بدي انطر كم دقيقة وشوف اذا حدا عنده سؤال واذا ما بدكم تسألوني هلا بدكم تقولوا لي اياها بالبرايفت فيكم تروحوا على الفيسبوك بيج تبعولي اسمي زينب شعيب وتبعتوا لي رسالة وانا رح اجاوبكم قد ما في اذا عندكم سؤال. Thank you, Kevin. So, ما بشوف في حدا عنده سؤال فرح كفي كم شخص عندهم الكورونا فيروس ورح سكر وإذا ما شفت السؤال هلا برجع بجاوبكم قد ما فيه، أوكي؟ ومثل عم بقلكم إذا بدكم تروحوا على البرايفت بيج الفيسبوك بيج اسمي زينب شعيب وفيكم تبعتوا لي رسالة وأنا رح أجاوبكم قد ما فيه كمان. بدي أقلكم إنه كم شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو صارنا فوق 33,000 أشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو وفوق 2,000 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس هون بأوهايو. هلا بلوكس كاوني بيقولوا إنه في 2,171 أشخاص عندهم الكورونا فيروس و225 اشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس لحديت هلا عم بيقولوا لوكس كاوني طلع اكثر شيء باوهايو كلها الولايه لوكس كاوني طلع اكثر شيء للناس ماتوا من وراء الكورونا فيروس سو انتبهوا حالكم واليوم عم بيقولوا فتحوا الجيمز البولز وكمان البي ام فيز بس اذا ما بدكم تنطروا بالصف بالبي ام في فيكم تروحوا اونلاين بتعملوا موعد او فيكم تروحوا اونلاين في سيرفيسز اونلاين فما ضروري تروحوا على البي ام في وتنطروا بالصف ولحتيت هلا ميك عم بقول لكم انه الحاكي مايك دوين بيراقب الناس اذا ما بيسمع القانون اذا عندهم مطعم او محل سو شاف لحتيت هلا راقب فوق ال 600 مطاعم وشاف انه 11 ما بيسمعوا القانون وثلاثه منهم هون بتوليدو وحده منهم اسمهم جيك سالون وباب هي بالدور ستريت هلا سكر الصاحب محل هو بده سكر لينظف ويزبط المحل لحتيت هلا فاذا عندكم بزنس او محل انتبهوا لان
أكيد الحكي ما برأيي بالكل ناس عندهم businesses. Mo Green, how are you? وغير هيك هول هن. فإذا حدا عنده سؤال أنا رح أرجع أطلع وجاوبكم قد ما في. وكمان إذا بدكم تسألون سؤال فيكم تطلع على زينب شعيب, هيدا my professional Facebook page, وتبعتوا لي رسالة. أوكي, so للكل اللي عيد يوم الأحد بدي لكم تنعد عليكم, وإن شاء الله بشوفكم. ما بعرف أي تمر الحاكم بدو يحكي فتاني مرة إن شاء الله. أوكي, يلا باي باي.